واللي اسمه الأشقر وينه؟ ها؟ مو هو اللي أخذ السلطة عن الأم؟ ولك قول! لو كنت مكانك بدعيله بالموت. السلطانة قسم مو بس عدوتنا، هي عدوتك كمان، مثل ما السلطان مراد عدوك بالضبط. سمو الأمير بترجاك، موته ما رح يفيدنا بشي، المفروض أنه نستجوبه. خدوه على القصر يا باشا وأسبوه لحتى يعترف بكل شي. تحركوا دغري، دوروا على السلطانة بكل مكان. كون واثق يا سمو الأمير إنه أخوك اللي بتحبه كتير بالآخر رح يفرط فيك. ساكت يا ندل. يا حقير، عمل لك أحكي. هلأ بدي أعرف وين أخذت السلطان القسم، احكي. ما بعرف وين يا باشا، أقسم لك بالله العظيم إني ما بعرف. اللي لك أنا، مين عم يعطيك الأوامر؟ مين وراك؟ ما بدك تحكي؟ لا تحكي. بيزيد، قاسم، انتو شو عم تعملوا هون؟ كيف بتطلعوا من القصر؟ مولاي السلطان، اللي صار كتير خطير، لهيك انا تدخلت. بس قاسم اصار يطلع من القصر وما سمع كلام البشوات. لهلا ما مسكتوهن؟ للاسف يا مولاي، نحن سكرنا كل مخارج المدينه والمينا كمان، يعني هروب مستحيل. أكيد متخبيين بشي مكان ونحن عم ندور، بس لهلأ ما وصلنا لشي. أو شي هون، بس ما تقطع الأمل، إن شاء الله قبل طلوع الدورة حنلاقيها إن شاء الله يا أوليا. حري يا شباب، جيبوا مي بسرعة. حري طفوا الحريق، حركوا بسرعة، جيبوا مي، يلا بسرعة قبل ما توصل النار على البيوت. يلا يا رجال، هلا شو عم تتفرج انت وياه؟ جيبوا مي. مولانا، هذا الولد الحقير اللي طعنا للسلطانة الأم، مسكناه متخبي بالتكية. قول يلا
لوين أخذ السلطانة الأم؟ قول لوين؟ والله ما بعرف، أنا كنت متخبي وبعدين شفت واحد حمل للسلطانة قسم، والله هذا اللي شفته. وشفتهم من وين راحوا؟ من هون، راحوا من هذا الشارع. فتشوا بكل زاوية، دوروا بكل بيت. شو في يا جارية؟ شو جابك لهون؟ جاية كرمالك يا آغا، مستني هالفرصة من وقت طويل. لو تعرف قدي أنا بحبك. لقيتها يا مولاي، السلطانة هون. سلطانة؟ أمي سلطانة، فتح عيونك أمي، كرمالي فتح عيونك. يا أمي فتح عيونك، أمي فتح عيونك، أنا مراد. ساتعيش بترجاكي يا أمي، لا تموتي. أمي أنا ابنك مراد، أمي كرمالي فتح عيونك، عم تتنفس، مو ميتة أمي، مو ميتة. جابك لهون؟ لا تكوني حورية، ليكون متت وجيتي تاخديني. حنروح مشوار بس حيكون الأخير. الحارس أنا تركته هون من شوي. مين أنت وشو اللي عم تساوي هون؟ معقول تكون قتلته؟ جيبوا الحكيمة. أمي أمي طمني، كيف وضعه؟ غايبة عن الوعي، جرحة غميد. لك وين الحكيمة؟ قلت لكم جيبوها بسرعة.
أميرة فاريا تفضلي على جناحك وأنا بلحقك. يا بنات في عندي خبر حلو. السلطانة قسم رجعت لها. ألف حمد وشكر لك يا رب. رجعتنا بالسلام. بس هي متصوبة. ادعوا لها الله يشفيها. الله يشفيها. الله يشفيها يا رب. لليزار خانم الأميرة فاريا شلون رجعت لهون؟ ما بعرف. بعدين أنت شو دخلك بهالموضوع؟ أخبرني. جرحة خطير أخي. اللي مشان الله طمني. جرحة غميق بس انعمل كي للجرح. شو عم تستنوا؟ يلا عالجوها أخي. لا تخافي هي رح تقوم بالسلامة. أمنا قوية قدرت تتخطى محن كتيرة من قبل وبإذن الله رح تتخطى هالمحنة كمان إن شاء الله. تفضل. سلطانة الجارية فيليز عملت المطلوب منها بس الله يرحمها ويغفر لها. سلطانة وأخيرا قدرنا نلاقي السلطانة قسم والسلطان رجع من الصيد. انتوا قدرتوا تلاقوها؟ ايه الحمد لله بس هي متصاوبة والموضوع هلا بيد رب العالمين. أمي التي يرى نورها من خلف الستائر، نورك هو شمس صيفنا الدافئ التي تغلغلت في الروح والجسد. لم يحن الوقت لكي تغادري سماءنا الملبدة بالغيوم. أنت فقط من تستطيع تبديد هذه الغيوم. أنا الشجرة التي نمت وأورقت بفضل شمسك الساطعة. بدونك ستموت جذوري وستسقط أوراقي ولن يستطيع أي شيء إعادة إحيائي. عودي وأنيري الوجود بنورك واروي ظمأنا لدفء صباحاتك. عودي وأنيري ليلنا المظلم. عودي لنا يا سلطانة. أنا صعب أقدر أعيش من دونك. ما بقدر ابنه. أصحك تفكري تبعدي عني. ما تتركيني يا أمي خاصة بهالوقت. ما تبعدي عني. أبعد عنك. أنت حياتي وروحي وقوتي بهالدنيا. ما رح أبعد عنك. الأوضاع سيئة كتير يا يحيى أفندي. المتمردين كانوا ناطرين مثل هيك فرصة. صارت الهجمات عم تجينا من كل مكان. كل عصر وفيه إلو ناس بتشوه صورته يا حضرة المفتي. هالجواب مو كافي. حضرتك شايف إنه التدابير اللي عم ناخدها ما عم تفي بالغرض؟ فيك تفيدنا بنصائحك إذا وجهة نظرك مختلفة. نحنا لما بنكون بقلب المشكلة ما منشوفها مثل اللي واقف بعيد. أنا مو برات المشكلة بنوب. بالأول المفروض ناخد الإجراءات اللازمة حتى يتم الصلح وراحة البال. إذا رأيك أنه لازم نقعد مع الناس اللي خانت دولتها وحاكمها فهدول مو أهل للصلح. ها
هدول الناس تأكد إنه قطع راسهم حلال، ولازم من هون ورايح ما نتهاون معهم ولا نتفاوض معهم. دستور السلطان مراد خان المعظم. كلنا موجودين حواليكي ومناحي يا سلطانة، وعم نصلي لك تكوني بخير. كمال كيتش منيح، صحي من غيبوبته وصحته عم تتحسن، الله يحميه ويطول بعمره. لولا قوته وشجاعته ما كنتي بيننا. مسكنا الولد اللي طعنك كمان يا سلطانة، ورح يتعاقب عن قريب. لا لا تعملوا له شيء، أنا بقرر عقوب. عقوبته أنا اللي بقررها. حب بشر الجميع إنه السلطانة الأم بفضل رب العالمين قدرت تنجى من الموت، وكل اللي ساعدوا أو سمحوا بهذا الشيء رح يتحاسبوا. أنا تقصدت إني أجمعكن لحتى الخوان اللي بيناتنا يسمعوني قبل المخلصين لإلي. أنا ما برضخ بهالأساليب، واللي ارتكب هالعمل الوسخة مبارح هنن المتمردين، وهنن مجرد أداة، أداة بإيد جماعة فرسان الهيكل اللي غايتهم يزرعوا الفتنة بيننا ويقضوا علينا من الداخل. بس هاي الغاية هنن ما رح يقدروا يوصلوا لها، ونحن رح نوقفهم عند حدهم ونمحي أثرهم من الوجود بإذن الله. حتى اللي متخبي وما قدرنا نمسكه رح نوصل له أكيد. نحن هلأ رح ننقلك على جناحك، هنيك أكيد بترتاحي أكتر، وأنا رح أبقى عندك كل الوقت. مو مشكلة، طمنوني شو وضع الحرم لك؟ كل الأمور منيحة، بس الضيفة رجعوها على القصر بعد ما راحت. عائشة، مين بتكون هاي الضيفة؟ فاريا يا سلطانة، ما بعرف شو عملت لسامحة مولاي، بس هي هلأ موجودة بقصر إنجرليك. خليني نروح على جناحك لترتاحي شوي. تمام، هاتي. شو أمي؟ طمنيني شلون صرتي؟ منيحة الحمد لله، تحسن وضعي، بس الغيم الأسود ما فارقنا لسه، لهيك لازم نبقى حذرين. انت كوني مرتاحة، وبوعدك بدد كل هالغيم. ان شاء الله مراد. نشكر الله أنك بخير سلطانة. أنت كمان الحمد لله على سلامتك.
سلطانة. أنا جنبك سلطانة. سلطانة رح موت، خلاص كل شي انتهى. تحملي سلطانة، تحملي. بدي تاخدني على قصري يا كمال كيتش، انا ما بدي موت هون. يا سلطانة ما رح اسمح لك تموتي. ربي يمد بعمرك ويخليك فوق راسنا. أنا مدينة إلك يا كمال كيتش، إذا عم باخد نفس هلأ هاد بسببك. حاشا يا سلطانة، ما سويت غير واجبي. سلامة كمال كيتش آغا، الله يطول بعمرك ويخلي لنا اياك. شكرا لليزار خانم.